أقول ذاك اليوم واحد من الأولياء، واحد من المعلمين حصل له موقف من واحد من الطلاب. حلو. الطالب هذا سبحان الله كان من أغث الطلاب عندي، غثيث إلى أبعد حد ممكن، انفاهي ولا يفهم، وطول وقته متك كذا على الطاولة كذا، والصبر هناك هو متكن كذا، يا فلان وجهك قدام ما يفهم، ثم أنت ضيع درسك على ذا مقارنة على 39 طالب غيره، يعني هم جايين برضه، هو جايين من الصبح وقيمين، لهم حق. نعم. صح، لازم تحتويه ذاته، فلازم تحتويه أو أنك تهمله عشانك توصل المعلومة، لأن يعني 70% من الطلاب إذا وصلها المعلومة فهذا خير وبركة يعني. نعم. المهم كنت هذا ناقده، وكان يعني تكرار المشاكل منه خلاص يسبب لك موقف أنت كشخص يعني تبغى ترسل معلومة. سبحان الله جاء واحد من أخوياي، قلت يا أخي ذاك الطالب تكلمت معه، قال هذا ترى تعبان وفي خياطة براسه، صار له حادث في الصيفية ذي اللي عدت، وكان في الحادث أمه، توفت أمه في هذا الحادث. لا إله إلا والله أنه تغير موقفي كامل عن هذا الطفل، إلى درجة أنه يمكن لو يقوم على الطاولة، طاولتي أنا اللي أني ما أشوف فيها أي شيء. سبحان الله عقبها بيوم أو يومين حصل له موقف، يمكن حصل مع واحد من المعلمين بعد اللي ما درى عنه، جيت لقيته يبكي، وش بك؟ قال والله الأستاذ مسكني من هنا وجاني وشلون. قلت تعال تعال، أنا الحين طبعاً أنا طلعت من موضوع المعلم، أنا في شيء مشاعر، أنا أعرف تفاصيل ثانية للطفل ذا بالذات. أنت زاويتك واسعة حول الموضوع. والله أني أول يعني غريب الصراحة، صرت عاطفي الصدق، بس إن أحياناً يعني التنبيه يعني والله أن الإدارة ما يقصرون، ويعني والمعلمين غالباً يعني يحرصون على الأشياء هذه. لكن وش فيه هو يبكي طيب؟ كان ماسك المعلم الظاهر مسكه مع أذنه أو شيء، فكان يبكي يعني. فطلعته برا الفصل، قاعد أتكلم أنا وياه، ولا الطفل على قولة أبو عبد الله قبل شوي دموعه تنقص يبكي، أنا قاعد طبعاً كانت على حصة السادسة خلاص بنمشي الحين، فهو قاعد يتكلم، أنا بيني وبين نفسي أقول الآن هو لا راح بيشكل منه. يا الله والله العظيم إن يعني إني هو قاعد يتكلم 10 ثواني 15 ثانية مبحر أنا بشيء بعيد، فأنا أقول غالباً يعني الأباء أما أنه مثلاً دوامه ما يخلص إلا الساعة 3، ولا أنه بيجي تعبان، ما هم يعني بقدر الأم في احتواء. فسبحان الله الموقف هذا غير عندي، طبعاً الموقف هذا ترى هالأسبوع اللي راح. لا إيه والله يعني غير ببالي شيء ما هو بسهل. الله يرحمها وتجاوز، الله يرحمها ويغفر لها. لكن حيا قيوم سبحان الله رسالتك في الرسالة يعني مختصرة، ترى أولياء يعني يا أولياء الأمور ترى حتى المعلمين عندهم إحساس للطلاب. يا سلام. وتأكد أنه يعني حتى لو أخطأ فهو المبدأ مبدأ.